السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في درس جديد من دروس المبرمج للمعلوميات. إخواني أخواتي درسنا للحلقة هو عن كيفية الحصول على ملفات الإمبريو الإبتيفي الخاصة بالهواتف والسمارت تي في وإلى التي في بوكس وإلى مجموعة من الأجهزة التي تشتغل على هذه الملفات. مجموعة من الإخوان يتوفرون على هواتف ودائما ما يبحثون عن تطبيقات جيدة لمشاهدة المباريات والقنوات الرياضية والعالمية، لكن معظم هذه التطبيقات تكون غالبيتها مدفوعة وتكون مجانية لفترة محدودة، يعني وحتى لو وجدت يعني تطبيقات مجانية غالبا ما تكون فيها هناك تقطعات كثيرة وإلى ذلك إلى ما لذلك يعني نفس الشيء ينطبق على الإخوان الذين يتوفرون على السمارت تي في. يعني درسنا الحلقة هو يعني شرح لبعض أحد المواقع الذي يوفر لنا يعني مولد ويوفر لنا قنوات وملفات الإي بي تي في لمجموعة من الأجهزة منها السمارت ومنها ملفات الإمبريو من مجموعة من الأجهزة. يعني لن أطيل عليكم إخواني الكرام، قبل أن نتوجه إلى الشرح إخواني أخواتي أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي والضغط على زر على الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد القناة وتستفيدون أكثر من هذه القناة. الآن نتوجه إلى الموقع، رابط الموقع ستجدونه إخواني إخواتي في أسفل الفيديو. بعد ضغط الفيديو تأتيكم واجهة بهذا الشكل إخواني إخواتي. ما عليكم هو الضغط هنا على فريتريال، يعني كما ترون فالموقع يعطيكم 24 ساعة من أجل تجربة الملف. كما ترون يعني الملف الذي ستحصلون عليه يتوفر على أكثر من 4000 قناة زائد الفود، يعني الأفلام وما إلى ذلك. يعني طريقة الحصول على الملف إخواني طريقة جد سهلة، ما عليك هو كتابة الإيميل الخاص بك هنا في هذه الخانة. سأضع الإيميل الخاص بي مثلا أنا سبق لي واستعملت هذا الملف، يعني يعني هناك ثغرة في هذا الموقع ويمكن الحصول على مجموعة من نفس الإيميل. الطريقة كالآتي، يعني مثلا وعدت اليوم الإيميل الخاص بي، غدا سأقوم وهي تسمى ثغرة النقطة، يعني مثلا سأضع النقطة هنا، يعني يمكنك أن تضع النقطة في أي مكان حتى إلى هنا إلى جنب الأروباس، ثم كتابة الكود الكاباتشا ثم الضغط هنا، عفوا هناك مشكلة في الكود الكاباتشا، كما ترون يا إخواني خواتي الموقع يخبر بأنه أرسل إلينا الملف أو إلى الإيميل رسالة لنا لأجل تفعيل هذا الحساب. نذهب إلى الإيميل الخاص بنا، كما ترون هذه الرسالة، نقوم بالدخول الرسالة. كما ترون الإيميل وهو نفسه اليوزر نيم، ثم يقوم الموقع بإرسالك كلمة السر الخاصة بك من أجل الدخول. ما علينا هو عمل نسخ لهذه الكلمة السر، ثم الضغط هنا على Open Dashboard.
بعد ذلك إخواني إخوانا تأتيكم بواجهة بهذا الشكل. كما ترون اليوزر نيم هو نفس الإيميل الذي وضعناه، نقوم بلصق الكلمة السر ثم الضغط هنا. ستأتينا أيضا كود الكابتشا، نقوم بإدخاله ثم الضغط هنا على السينجل، يعني مباشرة سنقوم بالدخول إلى الموقع. كما ترون هذه واجهة الموقع. من أجل الاستفادة منه نذهب هنا إخواني الكرام بالضغط هنا كليون، ثم نذهب إلى هذه الخانة Activity، ثم هنا من أجل تفعيل الملف كما ترون التاريخ يعني 24 ساعة، ثم يوم حتى يوم غد كما ترون 24 ساعة، ثم الضغط هنا والضغط هنا على داونلود من أجل تحميل. تأتيكم واجهة بهذا الشكل، يعني كما ترون الأجهزة التي يدعمها هذا الملف يعني الام تريو، دريم بوكس، الانيغما، يعني الويب تي في ليست، يعني مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل. هنا يهمنا الأمر هو الملف الام تريو، نضغط هنا ثم نقوم بنسخ هذا الرابط، ثم نذهب هنا و كولي، ثم عمل اونتري. كما ترون هذا هو الملف، نقوم بالضغط على الملف أجل التجربة كما ترون. هذا كما ترون إخواني أخواتي يعني الملف شغال 100%. يمكن النزول إلى أسفل من أجل معاينة عدد القنوات الموجودة، كما ترون يعني 7018 ما بين الأفلام والمسلسلات والقنوات. بحث القنوات الرياضية كما ترون يعني مجموعة من القنوات، القنوات الأجنبية وحتى القنوات العربية. نقوم بالبحث عن مسلسلات ومسلسلات. كما ترون قنوات الأوسين، يعني مجموعة من قنوات الأوسين، و كما ترون قنوات عربية، مجموعة من القنوات العربية كما ترون، حتى قنوات النايل سيت، يعني مجموعة كما ترون قنوات ريالية مغربية، نزول الإسلام، بحث عن قنوات البي إن سبور الذي يبحث عنها. كما ترون هذه هو قنوات البي إن سبور، مجموعة من القنوات البي إن سبور اللي بثلاث جودات، يعني بالفول اتش دي والاتش دي والاس دي، يعني يمكن الاختيار ما بين هاد ثلاث سيرفو، يعني ثلاث جودات يمكنك الاستفادة. كما ترون الناس مختار بالفول اتش دي، كما ترون يعني و كاليتي جميلة جدا هاد القناة المحبوبة اللي يبحث عنها الجميع. يعني كما ترون توجد أيضا قنوات الماكس الفرنسية، تسع قنوات الماكس كما ترون تشتغل بدون تقطع. قنوات تركية بي إن سبورت تركية، يعني الرياضية، وحتى قنوات الأفلام، قنوات الموفي البي إن سبورت موفي، يعني مجموعة من القنوات يمكن الاختيار. يعني أمامك ملف شامل من القنوات اللي سيزونيك عن بحث عن قناة عن تطبيقات المملة، يعني بهذا المعنى المملة اللي لا هدفها الربحي، لا 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 فرجوي كما نقول. كما ترون هذا هو شرحنا لهذه الحلقة. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا،
إعطائك هذا الموقع الرائع. مرة أخرى أدعوك للاشتراك في قناتي بالضغط على زر الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد القناة. وإلى درس جديد من دروس المبرمج للمعلومات.